السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون قطر وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رياضة اللي ياتيكم كل اثنين على تلفزيون قطر. اليوم طبعا في برنامجنا اللي رجع لكم بعد احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر اللي عشنا أيامها في الأسبوع الماضي، بهالمناسبة طبعا نقول كل عام وقطر بخير. وايضا بهاي المناسبة نرفع أسميات التهاني والتبريك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى والى سمو الامير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وايضا للشعب القطري بهذه المناسبة، برنامج رياضة اليوم رجع لكم مثل ما قلنا بعد هذا التوقف وكيد اليوم مع الجولة الاولى من القسم الثاني من دوري نجوم قطر. اليوم مشاهدينا الكرام ايضا كانت في مباريات مهمه امس السد فاز على مسيمير اليوم ايضا كانت ثلاث مباريات يمكن ابرزها مباراه الريان والسلية عفوا اللي قدر الريان يحسمها ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد ويواصل قطار الريان مشواره نحو الدرع اليوم الخور تعادل مع مصلال والأخريطيات فاز على نادي قطر بثلاث اهداف مقابل هدفين. اليوم مشاهدينا معنا ضيف عزيز علينا كلنا ضيف الكل ينتظره. ضيف احيانا مثير للجدل واحيانا يكون هادي ولكن نتمنى ان اليوم ما يكون يعني في في هدوءه. اليوم نرحب بوسعيد اللورد عبد الله العيده رئيس نادي السليه مساك الله بالخير يا ابو ونقول هارد لك على مباراه اليوم خساره السليه من الريان خساره مشرفه وسلي قدم مباراه كبيره وايضا نشكرك على حضورك بعد المباراه مباشره ثانية تكون متواجد عندنا في الاستديو. الله يمسيك بالنور وانا شاكر لكم الدعوه هذه واتمنى اني اجاوب على كل ما يطرح من اسئله. أه الله يحييك يا ابو سعيد. أه اذا مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا اليوم اللورد راح يكون معاكم على الهواء مباشره من الان وحتى الحادية عشرة مساء عندنا تقرير صغير يعرف عن مشوار عبد الله العيده. سواء في نادي السيليه او حتى قبل لما كان في نادي الريان تقرير صغير عن اللورد ونرجع لكم اللورد عبد الله العيده رئيس مجلس اداره نادي السيليه ضيف برنامج رياضه على تلفزيون قطر هذه الليله القائد المخضرم اعلن ايقاف علاقته مع الريان مؤقتا حتى انتهاء المواجهه بين السيليه والريان هذا الاسبوع فماذا لدى اللورد ليقوله الان للسيليه والريان بالذات الذي هو الحليف الاستراتيجي للسيليه كما يحلو للبعض التسمية تاريخ اللورد الغني بالتصريحات الهامه يدخل مرحله مهمه فالسيليه الان ينعم بالراحه والاستقرار وقد كان السيد العيدة الذي اعلن في بدايه الموسم ان من حق السيليه ما هو حق للجميع في البطوله السيليه فاز في الجوله الماضيه على العربي وكان الامر بات بالتخصص فعلا فهل سيقدم السيليه المزيد هذا الموسم السيد العيده معنا للاجابه على ذلك واكثر فاهلا وسهلا به في برنامج رياضه على تلفزيون قطر. اهلا وسهلا مثل ما ختم صديقنا التقرير باللورد وسعيد نرحب فيك من جديد نبدا من مباراه الريان اليوم مع السيليه واللي انتهت بخساره السيليه يمكن ابو سعيد كان لي حديث معك امس وكنت تقول يعني اتمنى بكره السيليه يفوز واتوقع السيليه يفوز لكن في الاخير السيليه خسر من الريان بهدفين مقابل هدف والله اول شيء طبعا ابارك للاخوه الريانيين فوزهم اليوم وهذا فوز بجداره طبعا مباراة كانت مباراة شيقة كانت مباراة متكافئة لولا الأهداف طبعا السيلي قدم مباراة جيدة وأتمنى أنه يستمر في هذا الأداء في المباريات الجاية والريان يعني أنا أتوقع أن لحد الآن الدوري طويل يعني وفي فرق قادمة من الخلف وكرة القدم دائما تعطي من يعطيها وأتمنى استمراره لكن يمكن الاطراف الاخرى عندها كلام غير هذا قبل ما نروح على الاطراف الاخرى بسعيد امس ليش كنت تتوقع السليه يفوز؟ الريان فاز على اعند الفرق في في الدوري واليوم بالفعل شفنا السليه كان ند قوي للريان والله شوف طبعا يعني مستحيل ان اي مسؤول او اي رئيس نادي او اي رئيس جهاز لما تساله يقول بكره انا مهزوم. هذا شيء طبيعي يعني. السليه اليوم قدم مباراه حلوه صراحه. ولكن هذه كره القدم يعني لابد من فائز وخسران نتمنى ان شاء الله المباريات الجايه ان يقدم لان احنا طموحنا ان احنا نكون احد اضلاع المربع يمكن آه، كان لك تصريح ابو آه، سعيد بعد مباراه يمكن احنا نشوف اهداف مباراه الريان والسيليه كان لك تصريح بعد المباراه كانك كنت مش راضي عن التحكيم او عندك والله يعني والله شوف لا بالعكس انا التحكيم مو قضيه اني مو راضي عنه لكن لابد الانسان عنده تحفظه يعني مجرد كره واحده اللي هي كره عبد الرحمن الحرازي انا مش حكم لكن اتوقع ان برنامج الاخ بدر بلال راح يتطرقون والاخوان المحللين في مجلس يتطرقون للكره هذه وكل واحد يعطي وجهه نظرة شنو شنو نظرتك بسعيد في اللعبه بالضبط والله اللي انا نظرتي طبعا اللعبه بعيده مني انا كنت في المدرج لكن انا اقول لك ان عبد الرحمن الحرازي كان منفرد بالحارس ضربه اللاعب من الخلف كان هذه كرت احمر طبعا الحكم أعطاه دفانتج لعبد القادر الياس لكن وقفها حسبها فاول لو أعطاه ادفانتج كان الكره احتمال يجي هدف لكن ارجع واقول ان الحكام طبعا احنا ندعم الحكام القطريين ولا بد الانسان يخطا ويجوز ان هذه مو بخطا لكن هاي وجهه نظري انا في المدرج وهو اقرب مني في, في الملعب فنتمنى ان قراره يكون سليم ساعه الشيخ سعود بارك لك بعد المباراه بسعيد بس <applause> انت يعني كانك يعني يعني ما كنت يعني يعني ما تقبلت ان سعد الشيخ سعود يبارك لك بفوز الريان يعني مباركه كانت في غير محلها يعني ليش انت رياني؟ انا رئيس انت رياني انا سابق؟ انا مثل ما يقولون رياني الهوى لكن انا الان سيلاوي واخدم السيليه يجب يكون لا ليش التحسس وسعيد؟ لما خل... لما حد يبارك لك بفوز الريان ما فيها يعني ما. لا لما يبارك لي شخص اخر يمكن اجاوبه لكن رئيس نادي الريان يقول لي مبروك عليك فوز الريان هذه اعتقد ان الشيخ سعود جابها من باب المداعبه لكن انا شخصيا ما تقبلها يعني انت تخاف ان حد يفهم ان انت اليوم تساهلت مع نادي الريان. لا انا ما تساهلت. الكل بيشك... يعرف اللي بيشكك ان السيليه تساهلوا اليوم مع الريان هذا للاسف عنده مشكله يعالج يعني مشكلته. انا اليوم اديت مباراه من افضل المباريات لكن هذه كره قدم لابد يعني امكانيات الريان والسيليه تختلف ما في مقارنه بينهم. لا في الاسماء ولا في الامكانيات ولا في اللعيبه المحليين. وهذا ما يعني ان السيليه اذا انهزم اليوم من ريان ان السيليه مثلا متواطئ او ان السيليه ها ما حد يقول هالكلام لان لان 90% لا جيب. في بعض الناس يفكرون كذا واثير هذا الموضوع من قبل مستحيل بس ان عبد الله العيده راح يقدم المباريات اليوم آخر اليوم اللي شاف لا خلي اليوم انا اتكلم من قبل اقول لك فبعض المتابعين يمكن يقول الكلام هذا لو مثلا وش اقول لما يقول لي سعود مبروك عليك فوز الريان شو اقول له اقول الله يبارك فيك انا في السيليه لو قال لي مبروك السيليه فاقول الله سعيد انا امس كنت اكلمك بالليل كنت تقول لي بكره وبكره انا راح افوز وبكره يعني هذا كان... شيء طبيعي يعني انا اقول لك يعني اي واحد واليوم بيشوف المباراه يعرف ان اليوم السليه كان ممكن يحرج الريان وكان بيوقف الريان لولا الهدف في الوقت انا يعني... اقول لك هذا شيء طبيعي لما تسالني تقول لي اقول لك هكي... طب شيء طبيعي بقول لك اني بفوز لكن مو قضيه اني اقول لك لا انا بكره بنهزم فريقي يعني صار له الحين هذه المباراه طيب يعني انت انت لو لو فاز الريان ما تحب حد يقول لك مبروك فوز الريان بغض لما يفوز الريان وانا مش طرف في المباراه هذا موضوع اخر لكن لما الريان يفوز علي وتجيني وتقول لي مبروك وانت مسؤول. يعني انت الريان اليوم ما اليوم زعلان لا انا مش زعلان بالعكس انا مرتاح لان فريقي قدم مباراه مشرفه بشهاده الجميع بالعكس انا مش زعلان انا مبسوط وعارف ان عندي فريق راح يقدم مباريات احسن واحسن في الجولات الجايه طيب السيليه بدأ دوري ابو سعيد السنه بداية يعني ضعيفة خلنا 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 صح. عليها صحيح. وشوي شوي تدرج في المستوى الآن نشوف السيليه من الفرق القوية يعني مش الفرق اللي اللي تقول مثلا في مستوى أو حتى يعني لو قارناها بالسد هو فاز على السد السيليه ولكن يعني لو قلنا من فراغ المربع او اللي تسمح لمستواه انه يدخل المربع ليش السيلية وسعيد ما بدا هاي البدايه من بدايه الدوري والله شوف بدايه السيلية فعلا كلامك صحيح كان بدايه متاثره لكن انا من هذا المنبر هذا اشكر الشيخ جوعان ان وافقوا على اعاره عبد القادر الياس لنا واشكر الشيخ سعود بن خالد اللي وافقوا على اعاره عبد الكريم وسياف الكربي وهذا الاعارات هذه اللي انضمت للسيليه شكلت تغير في شكل الفريق، في امكانياته في ادائه، والمدرب طبعا قدر يوصل للتوليفه اللي تخدم الفريق. يعني عبد القادر الياس خدم الفريق وادى مباراه زينه، اللي طافت كلها، فلذلك وصل يعني والدليل على ان الان المحترف موجود على البنش، عبد القادر يلعب اساسي. فهذه قناعه من المدرب والفريق مبارياته اللي طافت كانت مباريات جيده واتوقع انه راح يستمر طبعا هذا راي بس لكن هو المدرب هو صاحب القرار انه راح يستمر على التوليفه هذه حتى نهايه الموسم. يعني ابو سعيد تطرقت للمدرب موجود المدرب الموسم القادم ولا لحد الان ما صار؟ ما دام انا موجود في السيليه المدرب موجود في السيليه. اذا تركت السيليه هو بعدين حر يبقى يترك انت موجود يعني انت انا موجود ما دام انا موجود في السيليه هو موجود في السيليه. شنو السر يعني اللي بينك وبين الطرابلسي؟ لان سامي الطرابلسي طبعا سامي الطرابلسي خدم في الريان وانا كنت مسؤول خدم كلاعب رجل امكانيات عنده اخلاق رجل ما يعتبر نفسه مدرب وشو يعني ينزل حتى الى مستوى اصغر لاعب في الفريق فهذا دليل يعني شال مني حمل كثير واللعيبه مرتاحين منه لا المحترفين ولا المحليين فهذا شيء طبيعي ان لما تحصل واحد يعتبر الساعد من لك من هالنوعيه هذه يجب أن تحافظ عليه وتريح دماغك هل هذا الكلام تقوله بسعيد لأن السيلية الآن قاعد يفوز ويقدم لا مستوى؟ لا أنا, أنا قائله من قبل من قبل قائله في الصحافة ترجعون للصحافة تشوفون من قبل أنا ما دامني في السلية الطرابلسي موجود إذا تركت السلية القرار له يجلس يترك هذا شيء راجع له أه راح أرجع لك بسعيد في الأسئلة بس خلينا نذكر أيضا لمشاهدينا الكرام هاشتاق البرنامج أه برنامج اندر رياضه راح يطلع لكم على الشاشه كل اسئلتكم اللي تحبون تطرحونها على اللورد عبد الله العيده رئيس نادي السيليه راح نقراها اكيد ونعرضها على على بوسعيد. بوسعيد انتقالات الشتويه نادي السيليه يعني احد الانديه الان اللي اعتقد في عندها يعني بعض يعني الخيارات المفتوحة لتغيير بعض أو استقطاب لاعبين جدد ولا السالية هالشكل مكتفي والله في طبعا جلب بعض اللعيبة لكن احتفظ بأسمائهم لي على أساس اسم واحد لا, لا حق الجمهور لا حق الجمهور إذا أعطيتك اسم واحد اختار الطبخة فلذلك خلى الطبخة سرية لأن ليش؟ حتى ليش ليش لأن دا... حتى ننشب بو ليش دائما يعني المسؤولين يخافون يصارحون؟ يعني هذا يعني احنا لا نبي... بالعكس انا اقول لك المسؤول صرح بالاشياء اللي قابل للتصريح لا لا انا اتكلم إني عن إني انا اقول اني انا الان اقول لك اني بجيب فلان وبجيب علان هذا كلام مو, مو صحيح زين انت تتكلم دائما عن... الطبخات تطبخ في سريه تامه لين حتى تنت... تنتهي طيب انت الان تتكلم عن المحترفين الاجانب ولا المحليين؟ اتكلم عن المحليين المحليين م. طيب ما نبي نعرف اسماء لكن هل بنشوف اسماء جديده؟ انا اقول لك بتشوف اسماء جديده يعني تشوف اسماء جديده تنضم للسيرية في حد من الغرافه بيجيكم بسعيد؟ لا ما راح اقول لك من وين بجيبهم لكن راح تشوفهم ان شاء الله يعني في القريب العاجل يعني شو تفكر شو تفكر بسعيد؟ تفكر في المربع انت؟ طبعا هذا طموح كل واحد طموحين اني ادش المربع وهذا شيء حق مشروع يعني أه على حسب المصادر اللي عندي المعلومات بسعيد أن يمكن حسين الشهاب من اللاعبين اللي ممكن التفاوضون معهم لا مصادرك هذه عيد برمجتها مضروبة لا عيد برمجتها مرة ثانية طيب أبو في تغريدة مثيرة للجدل أنت غردت بها من فترة طويلة وشي. بالنسبة للاعب الحرازي ايش سالفة التغريدة بسعيد؟ والله أنت غردت أنا, انه أنا, هو أعتقد بيروح لا 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 أنا أعتقد أن الشيخ سعود في برنامج عندكم جاوب على هال ما في شيء من هالقبيل هذا هذا مجرد هذه خلنا كملك انت سالتني وتجاوب نفسك خلنا كملك هذه كانت مداعبه من صديق كان معي وانا كنت برا الدوحه ما كنت موجود فاخذ التليفون وعمل التغريده هذه لما رجعت عينت الدنيا مقلوبه انت مسافر وتليفونك في الدوحه لا 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 معاي معي كان جالس معي فقمت انا عندي شغله لما رجعت أخذت الدنيا مقلوبه ايش شغل... هالقى اتصلون بي حتى من الدوحه انت مقردك قلت من اللي اخذ التليفون وتعبت فيه المهم بعدين هو قام اعتذر ثاني يوم أو ثالث يوم قال انا عملت كذا وانا امزح كنت انت حين فتحت علينا قصه ما لها اول من اخر هذه كل يعني مجرد مزحه من مزحه ثقيله يعني طيب انظل في التغريدات بس انت يعني احد الـ يعني المنضمين لعالم تويتر يمكن في الفتره الاخيره يعني توك جديد على, على فريش <applause> على الساحة طبعا على ساحة تويتر أتكلم ولكن ما شاء الله لك متابعين ولك تغريدات الكل ينتظرها أه لكن دائما في تغريداتك بسعيد تهتم في أخبار الريان تمدح في الريان تثني على الريان بالأكس. وقليل قليل المدح ولا الثناء على السيلية لا لا بالعكس أنا ما أمدح الريان إلا إذا جاء على طريق المدح الريان غير الريان يعني أنا أقول لك يعني عندنا أنا أنا مدحت عودة جمهور العربي انا ما كنت معني لكن مدحته ليش؟ لان الجمهور العربي يعني نادي العربي نادي بطولات، نادي عنده تاريخ، نادي عنده جمهور، فعوده جمهوره مدحتها وهذا شيء طبيعي، لازم نحن نثني على الشخص اللي يستحق الثناء. زين ابو سعيد لو سالتك سؤال تفضل الح... يعني الحين لو خذنا عبد الله العيده ونبي نعرف شو مثل السيليه عند عبد الله العيده وشو مثل الريان؟ كم بلميه السيليه وكم بالمية الريان؟ خلك من مباراة اليوم وخلك أن السيلية خ... الريان شوف قضية أنه كم بيمثل السيلية وكم بيمثل الريان لما أنا أعطيك رغم يمكن أكون كاذب عليك لكن أنا أقول لك الريان أنا ما أنكر جميع الريان تربيت في الريان وما زلت عايش في الريان وتبوأت كل المناصب الرياضية عن طريق قلعة الريان ولما تركنا المجال للشباب الجايين الآخرين انضمينا للسيليه فهذا شيء طبيعي احنا في عصر الاحتراف. طيب بسعيد قبل ما ننتقل الى محاور اخرى اليوم اليوم لخريطيات فاز على نادي قطر بثلاث اهداف مقابل هدفين وعمق جراح نادي قطر وزاد الطين بله على ما يقولون لنادي قطر. كيف تشوف هذه النتيجه وحال نادي قطر؟ والله شوف انا اقول لك نادي قطر وضعه حرج بامانه يعني اتمنى ما يزعل عين الاخوان في نادي قطر لان نادي قطر كان نادي يشهد له استاد الدوحه الصولات والجولات اللي كان لكن الان وضعه حرج جدا يعني اتمنى الاخوه في نادي قطر انهم وين الخلل ابو سعيد؟ والله ما تدري وين الخلل يعني اداره جيده يعني جيد. غيروا مدرب المدرب جيد لكن في هناك مشكله اعتقد ان اداره الع... اداره قطر هي اللي اعرف بالمكمن الخلل وين يعني في 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 جماهير نادي قطر الطالب يعني حتى احنا استضفنا مره فيصل الكواري كان في خلافات عندهم كانه في عدم رضا حتى من الاداره نفسها يعني في من الجمهور نادي قطر يطالب بتجديد الدماء يعني في في كلام كثير يدور حول نادي قطر شوف والله انا اللي عرفته عن نادي قطر انه كل الاخوان القطراوية دائما هم مجموعة متماسكة مع بعض وهدفهم واحد ومصلحتهم مصلحة نادي قطر. ما اتوقع ان احد في نادي قطر يعني يحب العثرة مثل ما يقولون بالعامية لنادي قطر. اتمنى ان الاخوة من نادي قطر يتماسكون ويتكاتفون ويعرفون نادي قطر كيان فوق كل الاعتبار، يعني ما يعترف بالاسماء. هذا هذا كيان مفروض ان يستذبحون حتى يكون في موقعه الطبيعي. واتمنى انهم يعيدون يتركون الخلافات برا ويركزون على اسم نادي قطر لانه هذا النادي يحمل اسم غالي على كل واحد. بالفعل. اسم يكفي ان اسمه نادي قطر. ايضا اليوم كانت مباراه الخور والمصلال، هذه المباراه انتهت 0-0، صفر صفر. ايضا الخور عنده ايضا مشاكل، عنده على ما نسمع ان في يعني مجلس الإدارة الحالي برأس الشيخ خليفة بن أحمد ومحمد مقلد المريخ يمين السر يعني على حسب المعلومات اللي أنا أعرفها أن هم ما راح يستمرون ولكن يعني ما في شيء واضح لحد الآن والله شوف وجود الشيخ خليفة بن أحمد على رأس الهرم في نادي الخور مطلب ضروري لكل أبناء الخور وأتوقع أن خليفة ما راح يذخر أي شيء على نادي الخور ولا قدر الله ان ما حد جات الفتره هاي اللي يتكلمون عنها ان فتره انتقاليه ان ما حد مثل ما يقولون دق الصدر انه يستلم رئاسه الخور خليفه ما راح يتخلى ما في حد بارز بسعيد سعيد يعني حتى ما حد ألو. ما حد يعني اعلن رئاسه النادي ما تبغي شخص بارز ولا شخص تبغي واحد دير وابناء الخور ما شاء الله لا انا اقصد ما حد ترشح او ما حد اعلن حتى لو ما حد ترشح انا اتوقع خليفه شيخ خليفه ما راح يترك نادي الخور بهالطريقه بها الطريقة راح يوقف نادي الخور، حتى ترشح زين ما حد ترشح خليفه مستحيل يترك نادي الخور في هالمعمعه هذه، وانا اعرف خليفه راعي موقف. بسعيد يعني بحكم خبرتك الان لو ما حد ترشح او ما حد اعلن ترشحه، شو يصير في هالحاله؟ انا اقول لك يعني اذا ما حد ترشح خليفه انا اعطيك اياها 200% خليفه لن يترك نادي الخور، راح يبقى في نادي الخور. الا احد يتبرع ويترشح. لكن انا اقول لك انسب شخص يدير نادي الخور ويشرف ويستلم نادي الخور الشيخ خليفه بن احمد بامانه يعني مع احترامي لكل الاخوه اللي في الخور، خليفه بن احمد هو انسب شخص يراس نادي الخور شنو يعني شنو الصفات اللي موجوده؟ في خليفه يعني يكفي ان خليفه يبذل كل شيء عنده في مصلحه الخور كل شيء عنده يبذله في مصلحه الخور وهذا شيء يعرفونه الخور كلهم الاخ محمد مقلد طبعا خليفه مو ب 24 ساعه متواجد في النادي لكن في هناك عنده رجل يدير النادي باقتدار ورئيس النادي يطلع على كل صغيره وكبيره في النادي واتوقع ان نادي الخور راح يستمر برئاسه خليفه يعني ابو سعيد لو لو تم استشارتك يعني في موضوع نادي الخور طالب مجلس الاداره الحالي بالاستمرار بال طالب الشيخ خليفة بالاستمرار في رئاسة النادي، مع احترامي للآخرين، ما حد يزعل علي، أنا أقول لك خليفة هو أنسب شخص يرأس نادي الخور. أيضا مشاهدينا الكرام أمس السد فاز على مسيمير في مباراة يمكن سهلة، قدر إنه هو يفوز على مسيمير. السد يعني أبو فاز على الريان وكان خاسر من من السلية يعني يمكن أحنا توقعنا يعني بهذه المعادله ان السيليه اليوم يوقف الريان بما انه فاز على الريان ما قصر حاول يوقفهم لكن كلمنا عن السد وعن إقالة عموته ابو سعيد وعن المدرب الجديد والله شوف عموته مو سيء عموته لكن تعرف اداره النادي لها نظره طبعا هم اعلم ليش قالوا عموته لكن المدرب الجديد مدرب له تاريخه ومعروف والسد من الانديه اللي لو تجيب له مدرب عادي راح يحقق بطولات لان في نجوم وشفت اللعيبه الصغار اللي لعبوا امس امام سمير ما شاء الله تبارك الله علما بان مجموعه منهم من لعيبه السد في المنتخب الاولمبي فهذا دليل على ان السد حتى لو جاب المدرب عموت او غير عموته راح يبقى زعيم الكره القطريه وراح يبقى فريق بطولات محمد سالم الكواري في تويتر يقول والله يا ابو سعيد كان ودنا ان الريان ان السليه يفوز على الريان شكله هو برياني كواري اكيد قطراوي <تصفيق> 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 نرجع مشاهدي الكرام مع ابو سعيد وفي موضوع الدوري ونادي السيليه بس ايش شكلك تعبان اليوم طبعا مباراة مع الريان ومباراة يعني قوية أكيد الواحد بيكون منهك أبو سعيد دائما تستفز نادي العربي يعني أنا ش... ليش؟ أنا أحب نادي العربي وأحب جمهور العربي وهم يدركون الكلام هذا وهذا مش استفزاز هذا تحميس الجمهور العربي على أساس أنه يحضر مباريات خاصة مبارياته مع السيلية وفعلا حضروا عدد لا بأس به لكن صارت النتيجة مصالح السيلية وهذا شيء طبيعي بس ما ما تعتقد ان ممكن يعني الجمهور يتحسس احيانا من لا بالعكس انا دائما في بعضهم على تواصل معي بالتليفون ومن مجلس الاداره ومن مدربينهم القدامى ولعيبتهم القدامى فما انا العربي احب العربي وهم يدركون الكلام هذا بسعيد انت لما تقول انا اطلب من العربي أن هم يراجعون عبد الله تكون عبد الله سعد كنت غشمر ولا ما. لا لا انا ما تغشمر انت تذكر يمكن يمكن حتى مخرجك يذكر الكلام هذا فتره من الفترات كان النادي العربي مثل ما يقولون مولي رايح رجعوا عبد الله سعد عينوا عبد الله سعد وتسع مباريات ورا بعض فوز يعني رجع العربي وعبد الله سعد من ابناء النادي وتعرف دائما بعض اللعيبه لما يكون المدرب زميل لهم سابق او لاعب من ابناء النادي يرتاحون نفسيا يعني عكس المدربين الاجانب يعني على الاقل يوصل له المعلومه يبادله نفسه اذا كان عنده مشكله يحلها يساعده مع الاداره وعبد الله سعد اعتقد يعني مش ذاك المدرب السيء ان العرب ما... واتوقع يرجعونه في يوم من الايام. يعني ودك انه يرجع ابو سعد؟ ل... والله ودنا انه يرجع لانه ما يحك جلدك الا ظفرك مثل ما يقولون. آه نقدر نقول السليه هو عقده العربي ابو سعيد؟ دائما السليه بالعكس بالعكس شوف الـ 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 الاخوان في العربي أه ما اعتقد انهم يعتبرون السلية عقده لهم لكن السلية دائما قدام الفرق الكبيره يثبت نفسه وهذا شيء جيد يعني أه لما انت تفوز على العربي او تفوز على الريان او تفوز على السد هذه بحد ذاتها انجاز كانك جايب بطوله لانك تفوز على فريق امكانيات وتاريخ واقدم منك وجمهور فهذا شيء طبيعي يعني شو ينقص العربي ابو سعيد انه يعود للبطولات؟ حاليا ما ينقصه شيء لكن قل توفيق بس احمد الشافي المشرف العام صرح قال ان العربي يحتاج دعم سوبر يعني ازيد من الدعم ازيد من الدعم الحالي هو يقول محتاجين دعم يعطوني الدعم الحالي اللي في العربي وخلاص ولا ابغي سوبر احمد مجتهد واحمد متحمس ومندفع على انه يحقق بطوله مع العربي ومو مقصر لكن تعرف يعني دائما الفرق اللي مثل العربي وغير العربي تحتاج صبر لانك تعمل في حقل مبلك احمد رياني ويعمل في العربي واي خطا يحسب عليه من جمهور العربي وانت يعني عارف جمهور يعني جمهور العربي جمهور يحتاج بطولات فاي اخفاق او اي غلطه يحسبونها على احمد لكن احمد ما شاء الله عليه عارف يعني انت مع او ضد هالشيء ابو سعيد انه يكون واحد يعني مثلا اليوم مثل عبد الله العيده مثلا يروح يعمل في السد او مثلا محمد مقلد من الخور يجي يعمل مثلا في السيليه، انت مع هالظاهره هذه؟ في عصر الاحتراف، اذا انا مثلا في السيليه تركت بكره السيليه ورحت قعدت في بيتي وجاني عرض من اي نادي مثلا هذا ما يمنع ان الواحد لانك في عصر الاحتراف احتراف لعيبة احتراف مدربين احتراف إداريين فهذا أحمد راح كمحترف أتمنى أن هالمحترف يتوفر أه بو في سؤال من قطر العز يقول بو سعيد وين جيل الشباب اللي أخذ جميع البطولات قبل موسمين ما أدري أنا أقصد أه في, في, السيلية. في السيلية إذا كان في السيلية في عندك الحين الفريق الأول مع مجموعة من الشباب السيلية الفئات السنية كانت تاخذ والله يعني حق بطولات لا بأس فيها فمنهم مجموعة موجودين الحين في مع الفريق الأول وتعرف بعض الشباب في الفئات السنية خاصة لما يوصل مرحلة الشباب يخلص الثانوية يتحصل يحصل على شغلة ويترك يسافر يعني يا يعني انه يروح عسكرية إنه يعني. فتحصل بعضهم يختفي يروح يتركه خلاص يحط قدامه ان دراسته ومستقبله افضل بالنسبه للكوره، وهي الان الكوره هي مستقبل يعني غالبيه الشباب، ليش؟ لان يلعب في النادي عنده عقد، عنده مقدم، عنده رواتب، عنده اسمه ويوصل للمنتخب، يقدم شيء للمنتخب بلاده اللي علمته وعالجته وكل شيء مجان بالنسبه له، فهذا وسعيد إن... قبل قبل ما نطلع فاصل عندي سؤال اخير في محور نادي العربي البعض يتهمك ان انت توتر لعيبه العربي قبل مباراه مع السيلية يعني مش بعض يقول مش السيلية احسن من العربي ولكن بسبب هالتصريحات بالتوتر والشحن اللي يصير يدخلون اللاعبين يعني م... مش مركزين قدام السيلية يعني ي... يعني انت تستقل الجانب النفسي للاعبين نادي العربي شوف اللي تكسبه لعبه مثل ما يقولون الاخوان المصريين ان كان تصريح ان كان اللي هو فاذا كان تصريح ياثر على الاخوه في النادي العربي على لعيبه النادي العربي هذا والله شيء طيب يمكن استخدمه مع بعض الانديه الاخرى لكن ما اعتقد العربي فريق كبير لكن العربي قلت توفيق يعني بامانه يعني خلونا مشاهدينا الكرام نطلع مع فاصل ومن بعد الفاصل نواصل حديثنا مع اللورد عبد الله سعيد العيده رئيس نادي السلية مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام ونواصل حديثنا مع عبد الله سعيد العيده رئيس نادي السيليه. ابو سعيد هل صحيح ان عبد الله العيده احيانا يدفع من جيبه لنادي السيليه؟ كل المسؤولين في الانديه يدفعون من جيبهم. انت تدفع؟ طبعا انا ادفع. كم؟ هذا سؤال ما له جواب. لا يعني يعني تدفع يعني مبلغ رمزي بالنسبه حق حتى حاجة. ولو هذا سؤال ما له جواب وكل المسؤولين يدفعون ما في حد ما يدفع لابد أن يجي فتره من الفترات تضطر تدفع من جيبك وهذا ما يعني انه مثلا ما حد يجبرك لكن على اساس نشتغل حبك من للنادي و... حبك للنادي وبعدين في بعض الامور يجب يكون لها حل جذري يعني يتطلب حل سريع احيانا طبعا طبعا متى راح نشوف بسعيد تسويق في الأندية يعني يكون تسويق صحيح يدر عائد ربحي على الأندية على أساس أن عبد الله العيد ما يدفع من جيبه للنادي والله شوف قضية التسويق طبعا أي نادي ما في عنده مثلا منشآت رياضية منشآت يعني كبيرة يكون فيها محلات تجارية يكون فيها مثلا آه عقار يقدر يستثمره ما راح يكون في هناك تسويق جيد. التسويق يحتاج استثمار، والاستثمار يحتاج رأس مال. فإذا ما كان في رأس مال يعني في شركة النادي فكيف يصير تسويق؟ ما راح يكون تسويق. يعني المبالغ اللي تنزل كل نهاية شهر مثلا من الـ الـ الدولة للنادي زين اذا ما في تسويق بسعيد معناته ان الانديه كيف تصرف التسويق يا اخي العزيز التسويق اذا ما كان في راس مال التسويق يحتاج راس مال ما في نادي عنده راس مال يقدر يصرف على لعيبته محترفين ومدربين و... زين ليش وال... ما تاخذ جزء من الم... الفلوس اللي يعطونك؟ اصلا هو المبلغ هذا اللي ينزل لك ينزل لك محدد معروف طيب خذ لنا إيه جزء, جزء وش ما تقدر بتاخذه معناته بت... بتقصر على رواتب لعيبه ورواتب مدربين وعمال وفئات سنيه اذا بتاخذ المد... هاي تنزل محسوبه اصلا زين ابو سعيد انت يعني رجل اعمال واكيد افهم مني في هالامور لا انا مو برجل اعمال ابو سعيد يعني انت تدفع من جيبك للنادي اكيد ان انت يعني قادر بس ما خلنا اكمل سؤالي تفضل المبلغ اللي تدفعه للنادي خلنا نفترض مثلا مليون ريال مثلا هاي من عندي مثال ليش ما ت... مثلا يعمل فيه في النادي انا اتكلم سواء للسليه او غير السليه، وان يكون في شيء السنه اللي بعدها واللي بعدها شيء يدر على النادي. انت ما شوف انت ما تدفع للنادي ولا اي مسؤول يدفع للنادي الا اذا النادي انزنق في شغله معينه والله لاعب تعور يبغى يجيب لاعب بديل، والله فريق تاخرت رواتبه، لاعب جبته من بعض الانديه المحليه. ووقعت مع عقد ويحتاج دفع أولى والمستحقات ما نزلت لحد الآن في حساب النا... فشيء طبيعي أنك تسويه لكن قضية أنك تحط مبلغ استثمار أنا شخصيا ما أقدر يمكن بعض رؤساء الأندية يقدر يحط مبلغ ويستثمر في النادي ويكون العائد له مثلا جزء له وجزء للنادي لكن أنا شخصيا عن نفسي ما أقدر أحط مبلغ في النادي وأروح أعمل استثمار النادي ما عندي إمكانية لكن ساهمت باللي تقدر عليه طبعا انا وغيري يعني ما في حد اللي يقول لك انه هو بنفسه يدفع لا اقل كل مسؤولي الانديه اذا حبكت الامور وما يقصروا مع انديتهم بما احنا نتكلم عن الانديه في الانتخابات اللي صارت في في الاتحاد القطري لكره القدم كان عبد الله العيد عنده وجهة نظر اعتراض على ترشيح خليفة خميس يعني أبو سعيد معلش خلنا أسألك هالسؤال يعني بعض المشاهدين بجاوبك يبون بجاوبك إجابة دقيقة أنا مو قضية يمكن أنت ما تحب أن أنا لا أسألك لا لا لا, لا, لا بالعكس بالعكس أنا سعيد بجاوب ما عندي مشكلة أنا ما عندي خلاف مع خليفة خميس لكن خليفة مسؤول خليفة مسؤول في نادي الأخوية مسؤول رجل تنفيذي في نادي الأخوية لا عنده صفة رسمية أكيد شيء طبيعي كيف ما عنده فلما يكون هو عضو في الاتحاد اعتقد ان هذا انا في وجهه نظري اعترضت في الجمعيه السابقه وفي الجمعيه بس حد لأخير. غيرك اعترض بسعيد؟ سعيد؟ والله عاد كل واحد ورايه يعني انا شخصيا مش مقتنع انه يكون مسؤول في نادي الاخويه وعضو في اتحاد الكوره. اذا هم راضين كيف تحملوا المسؤوليه لكن انا شخصيا لا. ما زعل عليك خليفه خميس؟ يزعل ليش؟ ما اذا زعل كيف اوحر لكن ما اتوقع انه يزعل هذا حق احنا في بلد ديمقراطي كل واحد يقول رايه انا رايي وجهه نظري أنه ما يجوز انه يكون عضو في الاتحاد وهو مسؤول في نادي وبعدين مش مسؤول بسيط يعني تنفيذي صاحب قرار في النادي هذا شيء طبيعي يعني, يعني انت قصدك من من باب انه ما يجوز الجامع بين منصبين ما يصير هو منافس لي لي والغيري لكن اذا غيري قبل أنه يكون عضو في الاتحاد لكن انا لا ليش ليش ادارات الانديه ابو سعيد دائما تكون موافقه 100% مع قرارات الاتحاد اي شيء يبغى الاتحاد احنا معاكم والله مو في بعض الاتحاد ما يجبر الانديه على ان اي قرار يطلع شربي ولا العصا لا يناقشهم لكن اذا ردوا بالايجاب ما عنده مشكله لكن طائف. اي واحد يعترض سجل وجهه نظرك او اعتراضك على اي مثلا ماده في اللوائح او قرار بيتخذه الاتحاد اذا شاوروك اعط وجهه نظرك يا لا يا لا لكن لما تعطي وجهه نظرك وتوافق على رايهم خلاص انت اللي وافقت تحمل مسؤوليه آه يمكن اقربهم المثال اللي احنا تونا نتكلم فيه ابو سعيد ما حد يعترض ما حد يعترض علىش. انا اقول لك هاي وجهه نظري هذه امانه لازم انا اديها على اكمل وجه اني اوافق على مثلا تعيين خليفه او غير خليفه خليفه معه علي الدوادي انا ما اعترضت عليه لو كان علي الدوادي مسؤول في نادي راح اعترض طيب عليه علاقتك مع خليفه خميس ابو سعيد علاقتي ما عندي اي مشكله مع خليفه خميس لكن هذه وجهه نظري تبي تجيبني في جمعيه عموميه وتحط قدامي كرت اخضر وكرت احمر وتبغيني على طول رافع الكرت الاخضر حتى اذا عندي وجهه نظر مخالفه لا طيب عندنا لقاءات بسعيد سعيد للاعبين الريان بعد مباراتكم اليوم مباراه الريان مع السليه بس قبل ما نروح على اللقاءات اسالك عن تصريحات الشيخ سعود اثارت جدل كبير هذا الموسم سواء قبل المباراه او بعد المباراه رايك بالتصريحات ويعني و... وخلني اسالك عن تصريحات معينه سواء على نادي السد مع محمد غانم العلي او مع نادي الغرافه قبل ما يلعبون ضد الغرافه شوف انا تصريحات الشيخ سعود طبعا هذه تعني لكن يمكن انا ما أتقبل بعض تصريحاته مثلا انا شفت سعود يعني مباراته مع الاهلي ما صرح ليش ما صرح اساله ليش ما صرح ما انتبهنا احنا انه ما صرح انا ما سمعت صرح يعني مثل تصريح مثلا مع السد او مع القرافه لكن تصريحه اللي تخص السد وتخص القرافة هذا شيء يخصهم إن كان التصريح جيد فيحسب له ويخصه ويخص الجهة الأخرى إن كان التصريح شنو التصريح اللي تقول ما أعجبك؟ يعني بعض بعض التصاريح مثلا تصريح مع محمد غانم أنا ما أقدر أصرح التصريح هذا لأن تصريحه مع نادي القرافة أنا شخصيا ما أقدر أقوله لكن هو بيقوله هو يتحمل المسؤولية لأن هذا تصريحه وهو صاحب القرار ابو سعيد انت وانا ما جيت هنا على اساس اني ادافع عن قرافه او عن السد لا اقول لك وجهه نظر ابو سعيد انت بعد لك تصريحات مثيره قبل انا تصريح انا ما اجرح في الناس يعني انا تصريح سعود ما اقدر اقولها يعني تصريح الشيخ سعود يعني شوف تصريح تصريح سعود على السد طلع عكسي في تجريح؟ لا لا طلع عكسي يعني لما يعني سعود قدم خدمه للسد شحن لعيبه السد انزلوا الملعب حرث الملعب حرات وفازوا أنا تصريح هذه ما مستحيل مستحيل انا أست... لأن اذا تستهين في الخصم مشكله هذه بس تصريحات الشيخ سعود يعني ابو سعيد خلنا نعترف ان هي سوت اثاره للدوري جلبت الجمهور انا قلت الكلام هذا في قناه كاس قبل شوي والشيخ سعود كان موجود يعني تصريحات الشيخ سعود جلبت الجمهور بالذات جمهور الريان رجعتهم طبعا كل جمهور ريان وغير ريان اذا فريقه يفوز تحصله يتواجد لان الجماهير جماهير بطولات مش جماهير فريق ينهزم لا والشيخ سعود بعد زاد الطين بله قام يصرح وهم هالفزعه الريان مثل ما يقولون فما شاء الله قاعدتهم الجماهيريه كل يوم في تزايد اتمنى فوز الريان بالدرع بسعيد والله ليش لا انت انت تتمنى طبعا اتمنى الريان يفوز بالدرع لان الريان مدرستي اللي تخرجت منها هذا شيء طبيعي يعني اذا ما كان للسيليه تمنى له طبعا السيليه لا سريعه خلاص مستحيل هذا حلم ابليس في الجنه انه يفوز بالدرع لكن انا اقول لك اتمنى الريان يفوز بالدرع. وسعيد <applause> الحديث معاك يعني صراحه حلو وشيق بس خلنا نروح الكرام مع لقاءات مباراه الريان والسليه واللي مثل ما قلنا انتهت بفوز الريان بهدفين مقابل هدف واحد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم احب اقول هذا حق نادي السليه مبروك نادي الريان. مباركة كانت صعبه اليوم حاولنا يعني نسجل نستغل فرص الشوط الاول ما قدرنا سيئة كانوا مسكرين يمكن تقدر تقول تعبوا الشوط الثاني واحنا حاول يعني تمام نفس الرتم استغلنا الفرص سجلنا الحمد لله يعني الحمد لله احنا قاعد نفوز وقاعد نرضي جماهيرنا بالفوز يمكن الاداء يعني ما ما مو في المستوى لكن الفوز انا بالنسبه لي هو هو اللي بيحسم الدوري اعتقد الاداء ما راح يحسم لي الدوري يا ما فرقه قاعد تعدي لكن تتعادل تخسر وممكن تفوز لكن انا قاعد اقاتل للفوز اكثر مني اقاتل للاداء وادور اللعب الحلو لكن الحمد لله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني يعني احب ابارك الفريق الريان وهذا لك لنا قدمنا مباراه كبيره ما قدرنا يعني نحافظ حتى على التعادل لكن باذن الله تعالى بيكون بتكون لنا يعني كلمه في المباراه الجايه وبنصحح وبنصح الاخطاء هذه باذن الله تعالى والله أشوف يعني ما ما حالفنا التوفيق والحظ يعني بدايه المباراه كانت لنا هجمتين تقريبا قبل قبل لا هم يدخلوا جو المباراه لكن احنا الحمد لله يعني تقدر تقول يعني راضيين على الاداء و المباراة يعني كنا سرقت مننا احنا نحس لكن ما 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 صار شيء ان شاء الله لسه عندنا بهذا بدايه القسم الثاني باذن الله تعالى بتكون لنا وقفه ان شاء الله بعد التوقف باذن الله. احنا لو فايزين مباراة اليوم يكون متساويين مع مصلال في المركز الخامس ولا السادس تفرق عنا عن العربي يمكن نقطتين وانت شفت اخر خمس دقائق بلنتي واحنا متعادلين لكن الحمد لله على كل حال. رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد هذا التقرير ولقاءات مباراة الريان والسيلية أبو سعيد في أنباء أن السيلية ممكن يستغني عن اللاعب البرازيلي إدينهو صحيح لحد هذه اللحظة مو صحيح إذا بجد جديدة موضوع آخر يعني يعني ما في كلش مدار هالكلام اقول لك لحد هذه اللحظه اللي انا قاعد معاك في الاستديو فيها مو صحيح لكن اذا شيء بجد جديد هذا موضوع اخر طيب اللاعبين المحليين ابو سعيد الكربي وعبد الكريم العلي مستمرين ولا هالموسم وخلاص؟ مستمرين طبعا حتى الموسم القادم حتى الموسم القادم ان شاء الله آه مريم تقول زين بعد في حد مو عجبته تصريحات الشيخ سعود يقولوا اخيرا بالعكس احنا يعني مش حتى يمكن ابو سعيد ما ابو سعيد يمكن ذكر بالعكس بالعكس انا تصريحات سعود انا قلت تصريحات الشيخ سعود جابت الجماهير لكن يعني ودك ان التصريحات شوي تكون يعني بعض التصريحات بعض التصريحات يكون فيها يعني نوع من الهدوء شويه آه لكن في الاخير كل حر بتصريحاته وكل يحب طبعا كل واحد يمثل نفسه آه صقر يقول آه اتمنى عبد الله العيد اتمنى استمرار الريان في الصداره، بس سعيد ما عنده مشكله اذا الريان يستمر في الصداره. استمرار شيء راجع لهم. آه ايضا اوكي هاي سالنا السؤال. بسعيد نروح على محور منتخبنا الوطني ومشوار منتخبنا الوطني، اول شيء رايك في تعيين المدرب كاريني ومدرب لمنتخبنا الوطني؟ والله كاريني مدرب كبير يعني تعرف يعني كان في النصر السعودي مدرب منتخبنا الوطني نتمنى انهم يقدمون يعني مستوى يعكس كل الدعم اللي قاعد يصير لهم وكاريني هو مدرب مش سيء يعني جيد لكن أتمنى انه يتوفق يعني طبعا مبارياتهم مباريات صعبه مو بسهله يعني بغض النظر عن التصفيات اللي راحت هذه فرق سهلة لكن لما تروح قدام تواجه فرق قوية أتمنى أنهم يتوفقون يعني وهذا شيء يشرفني يعني توفقوا وفازوا وحققوا نتائج طيبة لكن ما تدري كرة القدم تعطي من يعطيها يعني, يعني التوقع البعض يتوقع أن منتخبنا في هالتصفيات المراحل غير. المراحل هذه الجاية صعبة تلعب مع فرق مش زي الفرق اللي لعبت معاها قبل فترة فشيء طبيعي يعني ان فاز هذا يعني قدم ما يرضي طموح الجمهور اذا طيب اذا فاز نتمنى هذا لكن. لا لحد الان انا اقصد طبعا مش مقياس التصفيات اللي راحت اللي راحت مش مقياس يعني البحر غزر مثل ما يقولون يعني قدام قدامك فرق ما شاء الله لكن نتمنى ان منتخبنا يقدم مستوى يليق باسم الكره القطريه ابو انت راعي بر ولا بحر؟ امثلتك في البر وفي البحر و... ما في طريق مو براعي رحت جنوب كلهم في البر مخيمين رحت شمال رحت غرب فاعتقد كل هالقطر بدو الا, إلا انا أسمع في سؤال انت بس جاييني طبعا على آه على الرسائل الخاصه يعني مش في مش في تويتر يقول اسال بوسعيد عن وضع الريان، يعني الريان صراحه رايحين ردين على انا اعرف ابغى اعرف من السائل على اساس اجاوبه اسمه يعني؟ اي على اجاوبه واحد من الجمهور لا يمكن يكون يمكن له جواب خاص عندي فلذلك لا, لا لا واحد مشاهد متاكد انك متعرفة. ما تعرفه يقول هل الريان بالفعل يفوز مثل ما ذكر ماجد الخليفي السنه عنده استثناءات ويفوز بالاستثناءات؟ كل الانديه عندها استثناءات مش الريان وبس وما ابغى ياخذون علي ما اخذ اني انا ادافع عن ريان كل نادي عنده استثناءات فهذا شيء طبيعي الريان توفق السنه هذه جابوا محترفين جيدين وتوفق ورجعوا جمهوره يعني الجمهور ترى يعني له نصيب الاسد في ان الفريق قاعد يمشي لأن يعني تعرف بعض اللعيبه المحترفين واللعيبه المحليين لما يشوفوا الجمهور وراه يتحمس ويعطي فوق طاقته فالجمهور خدم الريان واللعيبه المحترفين على اعلى مستوى واتمنى لهم التوفيق. شنو خلافك ابو سعيد مع ناجي الجويني؟ انا ما عندي خلاف شخصي مع ناجي الجويني ولا غير ناجي الجويني. دائما في شد وجذب بينك وبينه. هذا موضوع طويت صفحته وانتهى. تصالحته يعني. ما تقابلنا على اساس نتصالح لكن موضوع انتهى يعني. يعني شلون انتهى؟ انتهى انك انت اقتنعت ان الرجل يشتغل صح مو قضية هذا شيء القناعة قناعتي النفسي أنا أنت تقول انتهى انتهى خلاص خلاص يعني ما عاد تعترض ما في ما في عندي معاه أي مشاكل ولكني أنا أقتنع أنه صح ولا هذا شيء يخصني إذا 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 ما اقتنعت في شغل ناجي الجويني أو غير ناجي الجويني ما، 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 أنا ما أخبي راسي أقول أنا إيه؟ أنت كنت تعترض على شغل ناجي أنه أن ناجي شغله في خلل وتعترض الحين إذا أنت ما تعترض معناته أن ناجي اشتغل لا لا خليني بقول لك ما في إنسان كامل انت شغلك الحين برنامجك اللي تقدمه في خلل كل انسان شغله اللي قدمه ما في انسان كامل لا بد يكون في هناك خلل لكن انك مثلا تصلح الخلل هذا وتتفاداه في زين شنو الخلل اللي كان موجود عند ناجي كل الناس كانوا يتكلمون عن التحكيم التحكيم كذا والتحكيم كذا ورأى الناس غايه لا تدرك وما في حكم ما يخطئ حكام عالميين أخطأوا جبنا حكام من برا وحكموا عندنا في الدوري وقامت عليهم القيامه ان هذا الحكم سوى هذا الحكم سواه فيمكن ناجي مثلا أه سوى الصح واحنا نشوفه غلط يمكن ناجي سوى غلط واحنا نشوفه صح فما في انسان ناجي يخطئ وغيره يخطئ ورئيس الاتحاد يخطئ وامين السر يخطئ وكل كل الناس تخطئ لكن انك تستمر في الخطا هذا لا غير مقبول انا اخطات اليوم لكن بكره صار خطاي ونتمنى ان ما حد يخطئ اساس الكل ما في انسان ما في لا بد يكون خطا في اي شغله تتطلب رايك في التحكيم السنه والله التحكيم السنه بامانه انا اشوف انه جيد عندك بعض الاخوان في الانديه ما يحبون حكم معين عندهم عقده من هذا الحكم هذا اليوم جانا والله هذا بالعكس ما في انسان ينزل وياخذ الصفاره يعتبر نفسه مثل القاضي انه يظلم فريق معين او شخص معين مع أنه في اتهامات مع بينا... في اتهامات بسعيد السنه لا لا على بعض الحكام في بعض المباريات لا لا طبعا اتكلم على فئة لا الجمهور لا 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 الحكام انا خسرت في مباريات ما اتهمت حكام. انا اقول لك لابد بعض الحكام يرتكب خطا سوء تقدير اليوم مش مقصود انا ما انا اقول لك ما, ما توفق انا ما قلت انه سيء انا اقول لك يعني ما توفق يمكن انا اكون غلطان لكن الاخوان المحللين في المجلس وبرنامج بدر بلال راح يعيدون اللقطه هذه ونشوف اذا كان مثلا قراره صحيح انا راح اعتذر له وتربطني به علاقه خاصه عبد الرحمن عبده وهو يعرف الكلام هذا لكن اذا كان مخطئ اتمنى انه المباريات الجايه انه يتفادى الخطا هذا طيب عندنا تقرير مشاكل عن نعم مباريات بكره يمكن احنا وصلنا لختام حلقتنا مع ابو الحديث معك اعيد واكرر ابو سعيد شيق ولو بنتكلم ما تكفي لنا صراحه ساعه واحده ولكن عندنا ايضا بكره مباريات الجوله الاولى من القسم الثاني نشوف تقرير مباريات بكره ونرجع لكم. تتواصل الجولة الأولى من القسم الثاني من دوري نجوم قطر أو الجولة الرابعة عشرة من الدوري بشكل عام بلقاء بين الأهلي والجيش يوم الثلاثاء. الجيش الذي حقق الفوز العريض على السد مؤخرا يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة. كيف لا وهو في المربع الذهبي. أما الأهلي فلا يبدو بتلك الثقة من مركزه المتأخر، وهو الذي حقق ثلاث انتصارات فقط هذا الموسم، دون أن ننسى خسارته أمام الريان في الجولة السابقة. أما المباراة الثانية يوم الثلاثاء فستكون اللقاء المنتظر بين الأخوية والغرافة، الأخوية المتواجد في المربع بقوة، والذي حقق ثمانية انتصارات هذا الموسم، يبدو متأهباً بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية. رغم انه ليس بالنتيجة المتوقعة، فقد كان بهدفين دون مقابل فقط وضد مسامير. أما الغراف الذي خسر عديد النقاط مؤخرا فلا يبدو بذلك الاستعداد. يضغط على الفهود واقع فراغ منصب المدرب. الفراغ خلف التعثر الذي شهده الغراف مؤخرا ولا تبدو مباراة الاخوية ذات توقيت مناسب. أما ثالث اللقاءات الثلاثاء فستكون بين العربي والوكرة العربي وبعد فقدانه موقعه في المربع الذهبي يريد بلا شك العودة عبر بوابة الوكرة لكن ذلك لا يبدو سهلا فهو ذات الفريق الذي خسر في الجولة الماضية أمام السيلية الناهض أما الوكرة فلا يريد سوى الصعود في سلم الترتيب بعيدا قدر ما يستطيع عن منطقة القاع وقد يلوح له ذلك وهو الذي تعادل مع قطر في الجولة الماضية هذه مباريات بكره مشاكرا يعني ابو سعيد بكره الاهلي امام الجيش الوكره امام العربي الأخوية والغرافه توقعاتك حق مباريات بكره والله طبعا الأخوية والاهلي اتوقع الاهلي والجيش الاهلي والجيش اتوقع الجيش يعني فريق يعني قوي الله يعين الاهلي صراحه الأخوية والغرافه شيء طبيعي الاخويه يعني آه. مستوى القرافه يعني مش مقنع وش هذا الغرافه اللي كنا نعرف الوكره والعربي والله يعني متغاربين لكن الوكره أشوف الايام يعني بدأوا يعني يقدمون مباريات حلوه اا آه. قبل ما نختم لو سالتك عن فرق المربع اللي ترشحها انها تكون يعني لو قلنا الريان والاخويا الريان خلاص الريان خالص طيب الريان و... والسد والجيش طبعا والاخويا انا اقول لك هذول الاربعه هم اللي يعني مؤهلين يعني انهم يكونون في المربع تقريبا يمكن تقدر تقول 85% من هاي الأربعة فرق هي اللي بتدش المربع لكن ما تدري ايش يصير يعني في المباراة الجايه يمكن السرير يدش طرف أتوقع يعني السليدش؟ أتمنى ذلك أتمنى ذلك أبو سعيد إحنا وصلنا للختام ونشكر وجودك ورد ذكر مشاهد كرام أن أبو سعيد يعني للأمانة لبى دعوتنا مع العلم أن حلقتنا بعد مباراة الريان والسلية مباشرة وجانا من الملعب وفريقه خسران لكن أبو سعيد هو أبو الروح الرياضية وتقبل وتقبل انتم قاصدينها يعني <تصفح> لا والله احنا كنا نتمنى ان تجينا وانت يعني مبسوط لا <تِقل> بالعكس 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 لكن ان شاء الله ان شاء الله ان انت مبسوط وبالعكس يعني الخساره اليوم خساره بشرف ويبقى السليه يعني من الانديه اللي بالفعل تقدم مستوى جيد ونتمنى لكم للامانه ان انتم تكونون في المربع الذهبي على اقل تقدير نوصلنا وصلنا للختام بس نشكر وجودك معنا تحب تقول شيء تحب تقول أنا طبعا اشكركم على الدعوه هذه واتمنى اني جاوبت على كل الاسئله المطروحه بدون تحفظ واتمنى ان شاء الله الفرق اللي بتلعب بكره مباريات طيبه واحنا نشكرك ابو سعيد اذا مشاكر الكرام وصلنا لختام حلقتنا من برنامج رياضه موعدنا معاكم باذن الله يوم الاثنين القادم في نفس الوقت الساعه عشر مساء بتوقيت الدوحة لذلك الحين لكم تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج رياضة تصبحون على خير